إن الأدوات التي يوفرها التنزيل القرآني قادرة ولا ريب على بناء مجتمع حديث. يقول برنابا: سيأتي ميسيا، أي الرسول المرسل من الله لكل العالم، وحينئذ يسجد لله في كل العالم وتنال الرحمة. في الوقت الذي تتحدث فيه الأديان الأخرى عن إله واحد، إلا أنها تعبد ربين أو ثلاثة، أما المسلمون فيعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. وهنا شعور قوي بالأخوة الإسلامية في العالم الإسلامي، وخاصة بين أولئك الذين يؤمنون بالإسلام حقا ويطبقونه بصدق. إن السكان الساميين في سوريا ومصر الذين قاسوا كل صنوف الضغط والهول، على الأخص بسبب الضرائب من قبل الحكومات الأجنبية التابعة للدولة البيزنطية أو المملكة الساسانية، لم يستطيعوا أن يروا في العرب إلا محررين مخلصين، كما أن المسيحيين القائلين بوحدة الطبيعة، طبيعة المسيح عليه السلام في الشرق، استطاعوا أن يعتمدوا على التسامح الإسلامي بعد أن كانوا يخشون الاضطهاد من قبل نصارى القسطنطينية. كان عرب إسبانيا هم الذين أهدوا إلى الغرب اللاتيني هباتهم النفسية في ميادين العلم والفلسفة، وكان الطب والرياضيات من مفاخر العلوم العربية وأركانها الوطيدة. كانت البنات يذهبن إلى المدارس سواء بسواء، ونبغ عدد من النساء المسلمات في الأدب والفن. في سنة 67,800 عبر كاتب روسي في كتاب هام كتبه عن الإسلام في الصين عن الفكرة التي تقول بأن الإسلام مهيأ لأن يصبح الدين القومي للإمبراطورية الصينية، ولأن يقلب تبعاً لذلك الأوضاع السياسية في العالم الشرقي رأساً على عقب.